نروح دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم أبرز أرقام وإحصائيات الفريقين في مشوار بطولة 2001 تحت 17 سنة. الأهلي والزمالك مواليد 2001، الملعب النادي الأهلي مدينة نصر، المباراة طبعا هتكون الساعة 2:30، تعليق فاروق صلاح. ترتيب فرق مواليد 2001 في بطولة دوري الجمهورية. النادي الأهلي في الترتيب الأول وحسم المسابقة بشكل رسمي أمام الوعي العرب اللي انتهت 3-1. النادي الأهلي لعب 32 مباراة، فاز في 23 مباراة، تعادل في 6 ماتشات، خسارة في 3 ماتشات، ليه 84 هدف، أقوى خط هجوم عليه 23 هدف وليه 75 نقطة. المركز الثاني طلائع الجيش برصيد 68 نقطة. مصر المقاصة في المركز الثالث، بتروجيت في المركز الرابع، الخامس إنبي، السادس حرس الحدود، السابع المقاولين العرب، والثامن النهاردة الزمالك اللي هتكون مواجهة بين الأهلي والزمالك في المركز الثامن. التاسع الإنتاج الحربي. هنستكمل الجدول مع حضراتكم. العاشر نجوم اف سي، المركز ال11 سموحه، المركز ال12 الاتحاد السكندري، ال13 المصري، ال14 بيراميدز، المركز ال15 وادي دجله، ال16 الاسماعيلي، 17 الداخليه، وفي المركز الاخير 18 فريق الجون. موقف الفريقين قبل مباراه اليوم، وزي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي حسم المسابقه بشكل رسمي. النادي الاهلي في الصداره في الترتيب الاول، لعب 32 مباراه، فوز في 23، تعادل في 6، خساره في 3 مباريات، 84 هدف عليه 23، 75 نقطة، والزمالك في المركز الثامن برصيد 51 نقطة. الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي مواليد 2001، المدير الفني كابتن أحمد سراج، مدرب عام كابتن زكريا حسين، مدرب مساعد كابتن ممدوح عبيد، مدرب حراس المرمى كابتن أحمد إبراهيم، الإداري محمد راشد، طبيب الفريق محمد عبد الحكيم، أخصائي علاج طبيعي ناجح أبو زهرة، معد بدني اسلام عبد الفتاح، مسؤول ادوات شعبان عبد الله، ومسؤول ادوات سامح عبد الظاهر. ما شاء الله شايفين كمان ترتيبه الجهاز الفني، تحس انها ترتيبه فريق اول مش قطاع ناشئين. احصائيات وارقام الاهلي. الاهلي لعب 32 مباراه، فوز في 23، تعادل في 6 مباريات، هزيمه في 3 مباريات، ليه 84 هدف، اقوى خط هجوم وعليه 23 هدف. احصائيات وارقام نادي الزمالك تحت 17 سنه، لعب 33 مباراه، فوز في 14 مباراه، تعادل في 9 ماتشات، هزيمه في 10 مباريات، ليه 59 هدف وعليه 47 هدف. هداف الاهلي مواليد 2001 في بطوله دوري الجمهوريه اللاعب عبد الوهاب علي، 17 هدف. وبالمناسبه عبد الوهاب علي هيغيب عن لقاء اليوم بسبب الاصابه، مش هيكون متواجد النهارده. هداف نادي الزمالك مواليد 2001 في بطولة دوري الجمهورية اللاعب أسامة فيصل، عنده 20 هدف. دي كانت أبرز أرقام وإحصائيات الفريقين نادي الأهلي ونادي الزمالك تحت 17 سنة. وزي ما بقول لحضراتكم دايما مباراة أهلي وزمالك بتكون قمة، حتى لو تحت 17 سنة، لكن هنا في ملعب الأشبال بتكون قمة لكن بتسدها الروح الرياضية. هنروح